الاشتباكات أيضا ومحاور الاشتباكات ما تزال كما هي في مناطق الشمال، نتحدث عن شرق بلدة بيت حانون، وكذلك في الشمال الغربي نتحدث عن بلدة بيت لاهية على امتداد أيضا باتجاه الجنوب إلى الغرب من مدينة غزة وحي النصر وأحياء أخرى كأبراج المخابرات ومنطقة المشتل، وهذه مناطق كلها غربية تواجه أيضا فيها القوات الإسرائيلية المتوغلة. هناك بحسب بلاغات عناصر المقاومة وكتائب المقاومة تواجه أيضا بالقذائف، سواء قذائف الهاون أو بقذائف الياسين عبر الالتحام المباشر من قبل عناصر المقاومة الفلسطينية مع هذه القوات الإسرائيلية وهذه الآليات الإسرائيلية المتوغلة في هذه المنطقة.